وصلنا إلى الزاوية الثقافية عن الزي المغربي مع محمد ورويس ومحمد عداء. تفضل محمد. شكرا لك لينا علوش. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يعد الزي المغربي مكونا أساسيا من مكونات الثقافة المغربية، يتميز بالتنوع والغنى، ويعتمد الزي المغربي على جماليات متنوعة تمتح من تراكمات اجتماعية وتاريخية وتلاقح عريق مع المحيط الثقافي للمغرب. ويجسد اليوم الزي المغربي عنصرا أساسيا في تقييم الرأسمال اللامادي للمملكة. للمزيد عن هذا الموضوع يسرنا ينضم إلينا الزميل محمد أحمد عدة، رئيس تحرير بقناة ميديا أن تي في، مختص في الثقافة المغربية. زميل محمد أحمد عدة، أهلا بك. أهلا محمد. أهلا وسهلا. إذا الزي المغربي هو في الواقع موضوع واسع جدا وفيه الكثير من العناصر، برأيك كيف يتجسد أولا ضمن مكونات الثقافة المغربية؟ بداية محمد، اللباس التقليدي المغربي هو شاهد على عنصر تاريخي أولا، وعلى عنصر طبيعي، وهذا هو الذي لا يتحدث عنه الكثير، وهو أن مكونات هذا الزي من أثواب وجلود وحلي كلها بنت هذه الأرض. بمعنى آخر أن البيئة والمصلحة وكل هذه العناصر كانت أيضا مشكلة نعم ومتدخلة في صناعة هذه التحف، هذه الألبسة. أيضا الجانب التاريخي، كما تعلم محمد، روافد المملكة ومكوناتها الثقافية عبر تراكم عدد من الثقافات وورود عدد من الحضارات على بلاد المغرب، ساهمت في أن يكون هذا اللباس متنوعا، وأن يكون هذا اللباس ذو مسحة جمالية رفيعة، وأن يكون دالا على مدنية الشعب المغربي، خصوصا عندما نطلع على تعقيداته وعلى جمالياته وعلى المساطر المركبة التي يبر منها اللباس المغربي. إذن هناك عنصر تاريخي، وهناك عنصر مرتبط بطبيعة هذا البلد، بطبيعة صوفه وبطبيعة حريره وبطبيعة جلوده كما قلنا، وكل هذه العناصر التأمت لتشكل هذا الدولاب الغني والثري من اللباس المغربي التقليدي. كيف تجلى هذا الزي المغربي على مستوى التنوع؟ لأنه هناك زي للرجال، هناك أزياء النساء أيضا. نعم. تطورت بأشكال متوازية عبر التاريخ، كيف يتجلى ذلك؟ أولا، اللباس التقليدي المغربي كما قلت ينقسم إلى لباس تقليدي للرجال ولباس تقليدي للنساء، وهناك أيضا لباس تقليدي للصبايا المراهقات أو للأطفال أيضا. هذا كله يشكل هذه المنظومة، منظومة الزي. لكن اللباس التقليدي المغربي تطور وانضافت إليه قطع، كلما كانت هناك حضارة كما قلنا واردة على المغرب تنضاف إليه قطعة من القطع، ويتم تبيئتها. الكثير من الناس يعرفون أن الجلاب، لا يعلمون أن الجلباب المغربي الذي له قب هو قطعات لباس رومانية، لكنها عندما قدمت إلى المغرب تم تبيئتها وتم إدخال العديد من التعديلات عليها لتصبح الجلباب المغربي كما نشهده اليوم. ولكن فوق هذا تدخلت المهارة وتدخل الذوق وتدخلت الفنيات العالية ليصبح الجلباب كما هو الآن. الجلباب المغربي هذه علامة مغربية معروفة في كل بقاع العالم. نعم، عبر العالم. نعم، عبر العالم. وسنتطرق فيما بعد إلى هذه المسألة، إلى حضور الجلباب كعلامة، كأيقونة دالة على المغرب. ثم أيضا هناك قطع جاءت من ثقافات أخرى وتمت مغربتها، وهناك قطع في أسمائها الشهادة التاريخية، وأنا سأقف عند قطعة لباس مغربية بخصوص الرجال لا يتم الحديث عنها وربما انقرضت من أسواقنا، وهي قطعة المنصورية، وهي عبارة عن قميص من القطن كان يعقد من أكتافه، وكانت مرتبطة بجنود المنصور الذهبي منذ العصر السعدي. هذه القطعة إلى عهد قريب كانت متواجدة، ويبدو أنها اضمحلت أو لم تعد موجودة في الأسواق، أو أن صانعيها انقرضوا ولم يتم تمرير هذه الفنية إلى صناع آخرين.
بالنسبة للمرأة فأنت تتحدث عن مجال كبير وواسع جدا. القفطان. نعم، القفطان بقطعه، أحيانا ثلاث قطع، أحيانا قطعتين، أحيانا كل قطعة بلون، أحيانا قطع متناسقة الألوان. ولكن هذا القفطان، القطعة قطعة من الثوب الرهيف وقطعة من الثوب الخشن أو الغليظ، ولكن هذه القطعة عندما تراها فأنت تجد فيها عمل جبار من التطريز ومن العقد ومن الانحناءات والالتواءات، كل هذا يدل. أيضا المواد التي يتم تطريز بهذه القطعة هي مواد مغربية أصيلة، كل هذا يشكل القفطان المغربي اليوم. القفطان وهذا المغربي. العنصر الجمالي للملاحظة فقط زميل أحمد عدة، العنصر الجمالي ليس عنصرا حديثا في الزي المغربي، العنصر الجمالي قديم. الجماليات، الألوان، الأشكال، تلك الزخرفة التي توجد كانت موجودة منذ القدم، ليست جديدة. نعم، وهذا يدل على المدنية كما قلت، على التحضر الذي وصله المغاربة، بمعنى أنه كان هناك لباس فقط للسترة وللوقاية من الحر أو البرد، لكن تم الإبداع، طوره شيئا فشيئا ليصبح على هذا الشكل. فعندما نتحدث عن اللباس أيضا التقليدي المغربي فنحن نتحدث عن تنوع جغرافي، فاللباس الجبلي ليس هو الأمازيغي، ليس هو الصحراوي، ليس هو الأطلسي، ليس هو الشمالي كذلك، ليس هو سكان السواحل، والبيئة تتدخل، المكون الثقافي يتدخل، المناطق التي حل بها الموريسكيون مثلا بها ملابس تختلف عن المناطق الأمازيغية. سلافاس. نعم كذا، سلافاس، تطوان، شفشاون. أيضا الملابس الأمازيغية تتميز بدقة وبتعقيد كبير، عندما ترى اللباس التقليدي الأمازيغي في حلته الكاملة فأنت تلاحظ الكثير من القطع، وأنت تلاحظ الكثير من التطريز والكثير من الحلي التي تنضاف لتشكل الأكسسوارات، أقصد التي تشكل جمع هذا اللباس. أيضا مسائل أخرى، اللباس الذي ينطق، وهذه مسألة من إعجازات اللباس المغربي، وسأحدثك عن مسألة طريفة هنا. عندما نشاهد المرأة الجبلية فإننا غالبا ما نشاهدها بالمنديل، المنديل المخطط، ولكن هذا المنديل له دلالة، فالبنت البكر تلبس منديلا مختلفا عن المتزوجة، وصاحب والجدة تلبس منديلا مختلفا عن الأم، والألوان تختلف، فالأحمر ليس هو الأخضر، والخطوط العريضة ليست هي الخطوط الدقيقة، كل هذا يدل. فأنت عندما تشاهد امرأة في الزقاق بمنديلها الأحمر فأنت تعرف هذه المرأة أنها متزوجة ولها أبناء أو أنها مقبلة على الزواج، كل ذلك كان ينطق، هذا لباس كان ينطق، وهي أيقونات متعددة. أيضا مسألة أخرى وهي مسألة اهتمام المغاربة بالنعال، أنت تعرف أن البلغة المغربية وخصوصا البلغة المسمات البلغة الزيوانية هي إنجاز مغربي أصيل من ألفه إلى يائه، وهي أيضا أيقونة تستحق أن تكون إلى جانب الجلباب والقفطان، على ما دل على غنى وثراء هذا الزي المغربي التقليدي. لذلك نتحدث عن اكتمال الوصفة فيما يتصل بهذا الزي، لأن المكونات هي ليست فقط الزي، ليست فقط الجلباب، نتحدث عن الجلباب، ما يوضع على الرأس أيضا. نعم، أيضا ما يوضع على الرأس ينتعل. نعم، فما ينتعل، وأيضا العمامات، العمامات محمد هي أيضا مختلفة، فعندما يتحدث المغاربة عن العمامة الشرقاوية ليست هي العمامة التي يضعها رجل الجبال، وليست هي العمامة التي يضعها الأطلسي أو السوس أو الشخص السوسي أو عمامة أيضاً. الصحراوي بلثامها، كل هذا يدل على أولا الانسجام مع البيئة، ثم أيضا إبداع جمالية، بمعنى أنه تجاوزنا الحاجة والغريزة إلى الإبداع وإلى التطوير وإلى المهارة وإلى كل هذه المكونات. أيضا الصانع المغربي يستحق أيضا زاوية محمد، نظرا لأنه في كل المجالات أثبت دقته ومهارته وفنيته العالية. قبل أن نختم، لا أريد أن نغفل نقطة أساسية، وهي أن الأمم الآن لا تقيم برأس مالها المادي. نعم. فقط، هي تقيم أيضا بحجم رأس مالها اللا مادي التي تدخل فيها اعتبارات لا مادية. الزي المغربي ماذا يزن في الرأس مال اللا مادي للمملكة المغربية؟ الزي المغربي هو مكافئ موضوعي للطبخ وللأتات وللمعمار المغربي، لا يمكن أن نعتبر الزي فقط مكمل. أيضا مسألة أخرى يجب أن أشير إليها، نحن اليوم نشهد بشكل دوري إضافة عدد من مكونات الثقافة المغربية إلى قائمة اليونسكو للتراث اللامادي، وقبل أسابيع أخبرني أحد الباحثين أن مثلا في فرنسا
الخبز الطويل الفرنسي له قانون يحميه. الباغيت. نعم، ويسمى لو باريزيان، وهذا له قانون يحميه. نحن نحتاج إلى تشريعات تحمي البلغة المغربية والعمامة المغربية والقفطان المغربي والجلفاف المغربي وغيرها من القطع، من قفطان ودفين وقندورة ومنصورية وبدعية وكل هذه العناصر. أيضا مسألة أخرى يجب أن أشير إليها وأعتبر أنها مسؤولية، الجبادور ليس قطعة مغربية، هي قطعة تركية، لكن تم تبيئتها وإخضاعها للخصوصيات المغربية الفنية والجمالية. شكرا جزيلا لك الزميل محمد أحمد عدة، رئيس تحرير بميديا ان تي في، مختص في الثقافة المغربية. شكرا لك على كل هذه التوضيحات في زاوية اليوم، زاوية الثقافة حول الزي المغربي. نلتقاك في زاوية الأسبوع المقبل. شكرا لك على كل هذه التوضيحات.